معلش يا شرمان. يا ما بتكتر على لا ولا تبقى فهمت؟ لا بلاش الكرباج، لا الكرباج اهدى اهدى بالليل، لا انا مفترية اصدقي انا اما معلش يا شربات نسيت علي قوي. ان شاء الله يخليكي. بصي يا شرمان، رد على المهبول. يا زبيه اللي انت جايبها دي تحفه. طب خلاص انا اتصرف معاها، يلا باي باي. هاي يا سيد، تعال شغليني في التلفزيون. بصي يا شربات، من النهارده انا مش هسيبك، هحميك هسرحك هنضفك. سرحيني نضفيني، هعلمك هنورك. علميني نوريني. توعديني تفهميني؟ وانا مش دراني. اوه ما تقوليهاش كشكشه، ما تعرضهاش. ايه كشكشه يا اختي؟ ما تعرضهاش. ماشي يا شربات. بصي يا شربات، انا زيزي، قولي لي يا زيزي. ست زيزي؟ لا قولي زيزي بس، قولي اسفة. اسفة؟ انا مين؟ اسفة. خليكي معايا. ايوه ماني معاك. اهم حاجة في الدنيا الثقة بالنفس. يعني ايه؟ يعني تعملي زي وتقلديني. ايوه اني واثقة بنفسي. غرور. ايوه المرور. غطرسة. فرفاسة. فرفاسة ايه يا بنتي؟ اعمل ايه يعني؟ اتنفخيلي. اتنفخ؟ ايه ده انت كده هتفرقعي؟ وحش يعني يا ست؟ لا انت كده اكسلنت. يا بنت اللذينة بتأزعيني تاني. يا بنت اكسلنت، انا ناجحة بامتياز. الحمد لله يا جماعة اني اكسلنت. بتغني؟ ايوه. وبترقصي؟ ايوه. حافظة ايه؟ اهلا بك اهلا بك يا اللي احنا جنب. يا بنت اللذينة ولا يا مجنونة انت انت بلديات يا بيه؟ بس مش حافظة أي حاجة تانية؟ أيوة يا ست، أني حافظة وأني ماشية عن إذنكم عن إذنكم ياللي إحنا كنا عندكم، إحنا فرحانين وإحنا مبسوطين. مش بقولك بلديات يا بيه؟ بت حاجة ليا، مش حافظة حاجة ليا؟ ايوه اني حافظة الاستعباط بتاعك. استعباط؟ جالك دوار ولا ايه؟ بت طب يلا نعمل الاستعباط بتاعك. ايوه السادة، لقد حانت الساعة التاسعة، القناة الفضائية المهلبية تقدم لكم استعراض عالم مجنون عن قصة حياتي أنا وصديقي مفتيح، بطولة صاحب المحطة الأستاذ النجم عزب شديد. We'll be right back.
بحبك بحبك قوي حقيقي يا صاحبي بموت فيك قوي خايف خايف يصحينا الزمان انت في مكان وانا في مكان خايف يصحينا الزمان انت في مكان وانا في مكان استعراض هايل استعراض عظيم استعراض ممتاز سيبهم يهنوا سيبهم يهنوا ميرسي 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 اخي هايل يا فندم مش معقول ميرسي ايه الابداع ده كله انت اللي عامل الابداع ده اه حاجه عظيمه لازم اهنيك بس اعمل تليفون وافضلك حال لا براحتك اوكي الو انا هدغدغ الدنيا انا حقك انا هكسر الكون حد قدك انا هجيب عليها وطيها بعد اللي عملته طبعا. انت عارف لو انت في بطن الحوت هجيبك لازم تجيبه انت عارف لو انت في شق التعبان هقبر التعبان شخصيا هو اللي يجيبك لازم تجيبه انت عارف لو انت في بطن الفرخه بيضه هبيضك الحاجه الوحيده اللي ممكن ترحمك من ايدي حاجه واحده بس ايه انك تنتحر ايه مش عارف تنتحر ازاي مش عندك مسدس عمر المسدس حط المسدس في دماغك دوس على الزنات اي مات مين ده يا فندم اللي بعده حرضوا النبي في ايه مش شايف مش شايف ابو شيدك ومش شايف ايه يا استاذ عزب استاذ عزب اهو تعال يا حبيبي استاذ عزب مال ابو شيدك يا بيه ايه اللي حصل انا مش هعمل كده تاني ايه اللي حصل ما اعرفش يا بيه حصل حاجه رجلي رجلي ابو شيدك رجلي رجلي ايه ده وداني 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 قول لي بقى قلت لي عايز تصور الاعلان فين يا حبيبي فبرج ايفل في باريس يا بيه والله عزبة النخل تنفع قد كلها حتت بتاعت ربنا يا باشا عارف مين ده ايوه الاستاذ فتحي اه مخرج المحطه الفضائيه بتاعتنا عارفه يا فندم كل ما اقول له على اعلان يقول لي اصوره في باريس ليه بعمل اعلان عن الصابون يقول لي اصوره في باريس بعمل اعلان عن البطاطس يقول لي باريس بعمل اعلان عن البلهارسيا تقول لي باريس مش معنى باريس يلا انا بيه قلت اكدبها رغبه اولى جد ما جاتش خلاص اي حته يا باشا والله لا برافو زوري بقى ابو سيدك قول انا حمار ده انا ستي حمار قول له انت حمار انت حمار شعري بقى شعرك انت حمار عيني عيني هو جسمه كله هنا حضرتك هي دي تركيبته ارموا برا اخبر يا باشا اخبر عزب ايه برا هربت النبي ابو سيدك هربت ابوك هرب اللي بعده حرمت ممكن استخدم الموبايل بتاع حضرتك تستخدم الموبايل بتاعنا اه ما اقدرش انا كارت عايز اودع اهلي يا فندم ما تستعجلش هتودعهم كلهم مستعجل على ايه طب اسيب لهم مسد كول بس والله انا هخليك مسج اساسا
ليه يا فندم؟ انت تعمل فيا انا كده؟ انا عملت حاجه؟ بقى انا عزب شديد صاحب اكبر محطه فضائيه في الشرق الاوسط كله، تطلعني قدام الناس كده على الهوا وانا لابس لبس المسخره اللي انت شايفه ده واقول الكلام الاهبل اللي انت مالفه؟ اهبل؟ اه طبعا اهبل. ليه؟ سيبك من الكلام. ايه حكايه جوز العيال نازلين من على السلم دول وكل واحد رابط ايده بفتله مع التاني ويقول له بحبك 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 قوي؟ مين دول يالا؟ ده انا وصاحبي مفتيح. صاحبك مين؟ مفتيح. اقعد قول مفتيح كده لغايه ما اجي لك بواسير في يوم من الايام. يا فندم اللي حضرتك شفته ده حكايه واقعيه حصلت لي انا وصاحبي من واحنا عيال صغيرين، كنا رابطين بعضنا في فتله زي ديت. ايوه. وكل حاجه النص بالنص في كل حاجه. بتقسموا كل حاجه سوا؟ ايوه يا فندم. بلاش افكار مساطيل. ليه؟ ما في حد في الزمن المادي اللي احنا فيه ده بيقسم اللقمه حتى مع اخوه؟ انا مستعد اقسم عمري مع صاحبي. عمرك على عمر صاحبك ما يسووش باريزه على بعض، هتقسموه ازاي؟ هو شيلن وانا شيلن. انت بتستعبط؟ لا انا بستهبل. واضح انك بتستهبل، انا كمان هستهبل معاك. قول لي بقى. نعم. انت صاحبك ده بقى كل حاجه بتقسموها سوا؟ ايوه، من واحنا عيال صغيرين كل حاجه نص بالنص. صاحبي صاحبي. جميل، انا موافق. طب افرض بقى انك انت يعني وصاحبك عايزين تروحوا تصيفوا في مكان. حلو حلو، كان لطيف كده تصيفوا وتبلبطوا. ايوه. وعايزين تنزلوا الميه. وعندكم مايو واحد. ايوه. هتقسموه ازاي؟ نعم. اصلي يا ما انا وصاحبي قسمنا مايو. يا ما انت وصاحبك قسمتوا مايو. اقول لك فين؟ فين؟ في اسكندريه. لا والله. اقول لك فين بالتحديد؟ يا ريت. في البحر. يخرب بيتك، مايو في البحر؟ طول عمري اعرف ان المايو بتلبس في المطبخ. ما انا عارف انه في البحر. بتقسموا المايو ازاي يا فندم؟ هو حضرتك مش مصدقني؟ لا مش مصدق. طب اسال عم محمد. مين عم محمد ده؟ حضرتك تعرف محطه الرمل اللي في اسكندريه؟ عم محمد هناك راجل بتاع مايوهات، راجل سكر. اروح واساله حضرتك. ما اعرفش اروح انا، انا مش فاهم. انا اجي معاك يا فندم عشان اسالك. لا ما انا ما اعرفش. والله ده هي خطوه محطه الرمل اهو. يا فندم اهو يعني اهو. مش فاهم. ايوه عم محمد. ايه؟ انا عاد الرافض. والله يا عم محمد عايزين مايو نفرين. لا ده احنا اتنين بس مش سته. سته؟ ده عنده مايوهات تشيل 12. ده مايو ولا ميكروباص؟ لا مايو. حاسبه يا فندم عشان مش عامل حسابي. اهلا يا محمد، اتفضل. شكرا يا عم محمد. شايف المايو جميل ازاي يا فندم؟ ده مايو ولا ارنب؟ ده واضح انك شايل ارنب. لا انا شايله من الكيس. والله؟ يلا يا فندم. يلا يلا نقسم المايو سوا. انا وانت؟ عشان اثبت لك بس. نقسم المايو سوا فين؟ هنا غرفة خلع الملابس. يعني اعمل ايه؟ اهو هنا اهو. لا ما استعبطش. ليه ما فيهاش حاجة؟ لا مش هينفع. لا عشان اثبت لك. يا عم مش هينفع. والله يا فندم بس يا سيدي. ثانية واحدة بس. ايه؟ علق المايو. يلا يا فندم. لا ما بص مش هينفع. بص خليها مرة تانية. لا والله هينفع. خلاص خليها مرة تانية. لا 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 عشان اثبت لك، عشان انت مش مصدقني. يلا اقلع. طب اقلع. اقلع. هنقسم المايو سوا. انا يعني بتقول لي كده عادي يعني؟ مفيش حاجة. طب اقف دارين. دارين حاضر. مكسوف انت. انت بتنور؟ انت جايب لي واحد ينور؟ انت عايز تقلع في الضلمة؟ انت بتستعبط يا عادل؟ يا فندم اقلع مفيش حاجة صدقني. طب تعالى كده. حاضر اهو. ده كله بيبص يا عم هنا. يا لهوي يا فندم. اقلع بقى يا فندم. بيبصوا من بين رجليك يا عادل. اهو. خلاص. ايوه اقف كويس، قفل عليا. اهو اقلع بقى. خلاص قلعت. خلاص قلعت؟ وجاهز على لبس المايو مالت يا معلم. طب اطلع دارين انا بقى. ايه يا عادل ده؟ ايه؟ يخرب بيتك. لا 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 انا هخرب بيتك. انا كمان قلعت. يلا بينا. ولا. يلا بينا. نسينا المايو متعلق. يخربها لك. مش معقول. كل مره انسى المايو. انا مش عارف. كل مره تنسى المايو؟ الحمد لله دايما الاقي ولاد الحلال اللي يفكروني. والله. ويقولوا لك ايه بقى؟ يقول لي لو سمحت يا فندم البس المايو بتاع حضرتك. لا والله. يعني انت تقلع وتمشي بقى عادي. هي هي كده يعني. لا وانت بقى هي كده يعني. وتلاقيه يقول لك لو سمحت يا فندم البس المايو بتاع حضرتك. مش كده؟ يس. حاجة عظيمة الحقيقة. الواحد مش عارف ليه بيسهو عليه يعني. بيسهو يا راجل؟ دي حاجات تافهة. شغلش بالك. بس الحمد لله الحمد لله قلعنا من غير ما حد يشوفنا. الحقيقة محدش شافنا خالص. يلا يا فندم بقى نلبس مايو سوا. يلا
امسك تحت بس ما يوصل. ايوه ماشي. سي ايدك تحت شويه عشان رجليا طويله. معلش الله يكون في عونك يا ابني. ايوه ايوه شفت حضرتك اهو ده ميمون نفر. ثانيه واحده. ايوه اربطه كويس. ايه عادل ربط الدباره جامد يا عادل. بتعمل تسلخات. بتعمل تسلخات. كان لازم اجيب لك المرهم بتاع الميمون. هو عم محمد بيديكم مع كل ميمون مرهم؟ والله. يلا يا فندم احنا فين دلوقتي؟ احنا على البلاج. كويس. وايه اللي قدامك ده؟ ده البحر. ايوه والسمك قاعد اهو منور اهو ملعلط ملعلط. يلا ننزل نبلبط بقى شويه. لا استنى. ايه قبل ما ننزل بقى ايه عايز عايز اسالك سؤال. ايه السؤال؟ بتعرف تعوم؟ ايه ده؟ نعم. انت كنت بطه وانت صغير؟ يعني يا فندم بس ده سؤال. قال لي بعرف اعوم. ايه بتعرف تعوم؟ طب اقول لحضرتك شايف حضرتك الراجل اللي بعد البراميل ده؟ في واحد هناك بيعوم. ده انا. يخرب عليك يا عادل انت بتعوم حلو قوي. يلا شفت عادل؟ نعم. انت عندك طول؟ لا انا غرقان. طب ما تقلقش هننزل نجيبك انا وانت. يلا 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 في عينك. قطعت المايو. مايو اللي قطعته. قول له نروح عند عم محمد ونقسم المايو سوا. تستهبل؟ ما انا فاهم. عايز اثبت لك. عايز اثبت لك. صدقني من واحنا عيال صغيرين وكل حاجه نص بالنص. كل حاجه نص بالنص. كل حاجه كل حاجه. ايوه اوكي. قول لي. نعم. لو انت بتحب واحده. انا فعلا بحب واحده. لا بجد؟ حتى اسال عم محمد. هو عم محمد ده عارف كل حاجه عنكم كده؟ طبعا ده عم محمد. يا سلام. طيب افرض انك بتحب واحده وصاحبك اللي بتقسم معاه كل حاجه ده بيحب نفس الواحده اللي انت بتحبها. فهمتني؟ ها ايوه. قول لي بقى هتقسموها بينكم ازاي؟ ايه السؤال يعني؟ امال ايه اللي ومش ما انت مش فاهم حاجه اهو. بقول لك انت بتحب واحده وصاحبك اللي بتقسم معاه كل حاجه بيحب نفس الواحده. يعني واحده بحبها انا وصاحبي؟ ايوه. طب ما نحبها يا فندم. يعني ايه ما نحبها؟ بس الحب ده مشاعر ملناش يد فيه. يعني هو يحبها وانا احبها ومفيش مشكله عادي كده. نحبها والله. طيب هتحبوها. عايزه تخرج شويه بقى البنت وتتفسح. هنخرجها لازم. هتخرجوها يعني ايه؟ تمشوا انتوا معاها وهي في النص بقى ماشيه كده يعني كل واحد في حته؟ نعنكشها. صح نعنكشها. بس لازم نخرجها. اسمها نعنكشها. نعنكشها. ما نعكشها احسن. لا نعنكشها. نعنكشها. بص حضرتك احنا لازم نخرجها لان هي ممكن تتهمني انا وصاحبي ان احنا بخله مش قادرين نعزمها مثلا على ليمونيده. ليمونيده اسمها ليمونيده. انت بتقرا اللي مكتوب على الازازه وتقوله ليمونيده؟ ايوه فندم. طب يا سيدي خرجتوها وعزمتوها على ليمونيده. عايزه تخرج بقى في مكان شعري كده وتبص وتسبل وتحب كده. هنسبل لها كده بقى. هنسبل لها. ايوه. طب عادي يا فندم اصل دي مشاعر ملناش يد. ما انا عارف انها مشاعر ملكوش يد فيها وكل حاجه. هنسيبها تسبل من طرف واحد. طيب خرجتوها وسبلتوا لها وكله بقى تمام. جت في يوم قالت لكم بابا جاب لي عريس مش عارف اعمل ايه ولازم اتخطب. هنخطبها. هنخطبها؟ طبعا يا فندم. ده احنا حبيناها وسبلنا لها وخرجنا معاها وبعدين نسيبها هي بنات الناس لعبه؟ لا ما يصحش. احنا جدعان قوي. لا طبعا. امال ايه؟ طيب قول لي هتخطبوها ازاي؟ بالاصول. انهي اصول؟ هندخل الباب من بيته. ندخل البيت من بابه. اهو يبقى في باب وبيته ندخل. لا والله. طيب ودخلتوا الباب من بيته. هتعملوا ايه؟ هقعد انا وصاحبي مع باباها. نعم؟ هنقعد انا وصاحبي مع باباها. وبعدين؟ ونقول له يا عمنا. يا عمنا؟ احنا طالبين ايد بنت حضرتك. ما اعتقدش الراجل هيرفض عشان انا وصاحبي ما نتعيبش يعني. لا طبعا طبعا مش معقول. والبنت شريانه. اكيد. اكيد. وابوها كاجوال كده عادي يعني. يعني يقول لك والله يا اولاد ما تتعيبوش. عادي كده. طبعا يا فندم. طيب خليني معاك للاخر. مع حضرتك. ودخلت وخطبتوها يا عم. ايوه خلاص. ركز معايا. مع حضرتك. كاتب الكتاب. لازم نكمل نص ديننا. مظبوط. قول لي بقى. نعم. مين اللي هيكتب الكتاب؟ المأذون. لا والله. هو حضرتك ما عندكش فكره عن الجواز؟ لا اول مره اعرف ان المأذون هو اللي بيكتب الكتاب الحقيقه. طب الحمد لله اديك استفدت. ماشي المأذون كتب الكتاب.
مين اللي هيمضي على قسمة الجواز؟ الشهود؟ لا. ايه ده حضرتك ما حضرتش افراح قبل كده؟ لا اول مرة اعرف ان المأذون بيكتب الكتاب والشهود بيمضوا على القسيمة والمايوه بيتلبس في البحر. معلومات قيمة جدا الحقيقة. الحمد لله انك قعدت معايا الربع ساعة دول. الحمد لله ان هما ربع ساعة. يا ريت تقعد معايا تلات اربع ساعات. لا مش عايز. انت ملخبطني خالص. حاضر. طيب. هيحصل كده. اه. خلاص المأذون كتب الكتاب والشهود مضوا على القسيمة. ايوه. ليلة الدخلة. ليلة جميلة. اه. هدي بقى ليلة بقى كلها ايه بقى زغريت ورقص وطبل وزغط ولغط. زغط ولغط؟ يعني ايه زغط ولغط؟ يعني ليلة كلها زغللة ولطلطة. يا اخي بتقول لي المعاني بطريقة مش معقولة. يعني ايه زغط ولغط؟ يعني زغللة ولطلطة. فهمت انا. المفروض. ماشي ماشي خلاص. زغط ولغط؟ اه. يعني ليلة الدخلة. زغط ولغط. طيب. اه. في ليلة الدخلة. ايوه. مين اللي انا وصاحبي انت صاحبك ايه؟ ياه ياه درزنات ايه اللي ياه؟ انت ما فهمتش السؤال. ايه السؤال؟ في ليلة الدخلة مالها؟ مين اللي هيدخل؟ عم محمد. ايه؟ عم محمد؟ امال هنسيبه بره كده؟ يا ابني هي مايوه اللي عم محمد. انت عايزنا نسيب المعازيب بره الفرح؟ يا راجل يا ابني انت بتحب واحده وصاحبك بيحب نفس الواحده. بقول لك يا فندم حضرتك ليه مدوخني؟ انت اللي مدوخني. والله لو حصل كده بجد انا مستعد اتنازل عنها لصاحبي وما اخسروش. تتنازل عنها؟ اه. والله يا ابني انت سلبي جدا. انا سلبي؟ طبعا سلبي. ليه؟ طبعا حد يعمل كده برضه؟ يا فندم اصل احنا افتقدنا دلوقتي معنى الصداقه. مش كده يا حبيبي غلط. اصل احنا في عصر سيء للعلم. سيء ايه بس؟ انت دماغك بتركبها غلط. طب بص انا هقول لك على حاجه. نعم. انت عارفني كويس. اه. انا عازب شديد صاحب اكبر محطه فضائيه في الشرق الاوسط. واد بقى برضه صايع ولفت الدنيا وكده وغني وكل ونجم عارف. كبير ربنا يزيدك. ماشي يا عم. تفتكر اه انا عرفت كام واحده في حياتي؟ لا طبعا حضرتك مقطع السمكه وديلها. طيب اديك عارف. قول بقى اضرب اي رقم انت عايزه. يعني تلاقيك عرفت قد واحده. واحده؟ اه. ومقطع السمكه وديلها؟ اه. امال لما كنتش مقطع السمكه وديلها كنت عرفت ايه؟ كعب جزمه؟ ما حضرتك ما تعرفش حاجة عن اتجوزت ما عرفت ستات ازاي يعني ايه يا ابني؟ خلاص يا فندم عرفت تلاتة اللي عرفتهم في حياتي تلاتة؟ امك واختك وخالتك. هما دول اللي انا عرفتهم؟ بالكتير قوي تبقى الداية اللي ولدتك. داية؟ احب اقول لك معلومة مهمة جدا بقى. ايه؟ انا امي ما ولدتنيش بداية. امال ولدتك نهاية؟ ليه مامتك بتعمل حاجات كده؟ الواد دهبل ولا ايه؟ في حد يولد ابنه نهاية برضه؟ نهاية ايه؟ ايه؟ امي ولدتنيش بداية يعني ايه؟ امي ولدتني قيصرية. يا عيني. ايه؟ يا عيني على مامتك. ايه؟ ولدتك قيصرية. اه. انا امي ولدتني قيطولية. انا اكتشفت الفرق اللي بيني وبينك. ايه بقى؟ فرق امهات. والله. انت امك قيصرية. انت امك قيطولية. خلي ماما تشد حيلها شوية. شد حيلها تعمل ايه يعني؟ خليها تشرب ليمونادة. هو ده السبب يعني؟ هو ده السر؟ اه. انت عارف انا عرفت كام ست في حياتي؟ كام؟ 300 ست. ولسه عايش؟ اهو قدامك اهو. 299 ست عشنا احلى ايام حياتنا. سافرنا ورحنا وجينا وصينا وعملنا كل اللي في دماغنا. ايه الدلع ده كله؟ اه. رقم 300 بس. مالها؟ هي الوحيدة اللي أثرت فيا. أثرت فيك؟ أثرت فيا. لو أنت كنت أطول من كده. أوعى. حضرتك صعبان عليا أوي. ده أنت اللي صعبان عليا. يعني إيه أثرت فيا؟ كنت طويل يعني إيه؟ يعني قعدت تقول لي بحبك 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 وفي الآخر مشيت معاها كده؟ مش فاهم أنا أنت بتقول إيه؟ أمال عملت إيه؟ أثرت في مشاعري يا ابني. في مشاعرك؟ ايوه. مش قادر اقول لك حبيتها قد ايه. مين دي يا فندم؟ فاكينه. اسمها ايه؟
باكينام اسم جميل ما يتحفظش. لا يتحفظ وحبيتها، مش قادر اقول لك حبيتها قد ايه، حبيتها من كل قلبي، حبينا بعض حب فظيع. انا كنت لما في الوقت اللي حبيتها فيه يعني كنت على قدي كده وغلبان، ما كنتش عازب شديد زي ما انت شايفني كده. عادي يا فندم. عادي طبعا، بس ساعه لما حسيت ان انا بحبها قوي ايوه قلت اتقدم لها. حلو، دخلت الباب من بيته. بس من غير عم محمد. مش مشكلة. رحت لوحدي. قلت لها باكينام تقبلي تتجوزيني؟ كويس. قالت لي انت مين انت؟ ابني مين انت؟ سوء عليك يا ندل يا جبان. يا فندم ده وليه تسمح لها تقول لك انت مين انت؟ ابني مين انت؟ سوء عليك يا ندل يا جبان. تسمح لها ليه يا فندم؟ بلا اسمح ولا نيل بقى، الله يخرب عقلك يا هاني. ايه ده في ايه؟ ديك القرف. ايه؟ تفيت بجد. مقرف. خلاص والله زين انفعلت شويه. ما تنفعلش في وشي. وبعدين ما تقلقش ده مطهر يعني. ما تستهبلش. والله ياما خدوا مني تفافي بس. بس اسكت.